سياساتي محافظ شرطة حالياً، كنت لاجئ سياسي ورجعت توا معناها العمل بعد ما صار الحدث المعروف معناها عند تونس، حدث 14 جانفي. اشتغلت في سلك الأمن مدة من سنة 91 تاريخ انتدابي حتى سنة 98 1998 تاريخ معناها إرغامي على تقديم الاستقالة. وقتها غادرت بعدها تونس وطلبت اللجوء السياسي، أسباب معناها هي رفض أن جهاز الأمن ذاك يصبح معناها عبارة على ميليشيا يفقد استقلاليته. الاعتداءات يعني في حقيقة الأمر هي عديدة معناها يعني لا يمكن إحصائها، يعني الاعتداءات عليه بالعنف. اللي اعتدى عليه بالعنف هو رئيس فرقة المرور في باجة، اعتدى عليه هذا رئيس فرقة المرور في باجة، وشيء معناها يعني اللي يبعث إلى الاستغراب والدهشة أنه وقت اللي يضرب فيه شدوه ثلاثة بوليسية من اللي يخدموا معه وخرجوه وقالوا له السيد هذا يحكيه لبرا لأنه يعني كنت مغمي عليه وطايح. قالوا له السيد هذا راه زميل وباش يرجعوه الخدمة. قالوا له راه محافظ كان يخدم الأمن وباش يرجعوه، سمعنا باش يرجعوه الخدمة. قالوا في بالي ورجع وعاود اعتدى عليهم رمز. في نهار 31 ديسمبر 2010 وقتها يعني ساءت معناها حالتي صحية ونفسية ومشيت للوزارة الداخلية قلت لهم إذا كان ما تعطونيش جواز السفر نتاعي راني باش نحرق روحي في الوزارة في المقر هنا، يعني البوعزيزي حرق روحه في سيدي بوزيد وأنا راني باش نحرق روحي في الوزارة إذا كان ما ترجعوليش معناها الجواز نتاعي لأني أنتم نحيتوا لي خدمتي، نحيتوا لي رزقي، نحيتوا لي معناها مورد رزقي، نحيتوا لي خرجت من البلاد في المنفى حاولت اغتيالي، المآل نتاعي كان يعني كان يكون الموت ولكن يعني ما امتثلتش معناها اللي ما خديتش حتى قضية سياسية وما وقفتش طيلة فترة العمل نتاعي حتى إنسان من أجل أفكاره السياسية، والشيء ذا كان بالنسبة لهم هما يعتبر تمرد. وقعت واقعة وأنا كنت مع صديق لي معناها في باب بحر، هذا الصديق يعني هو يشتغل مهندس من الإذاعة والتلفزة التونسية وكان يوم سبت يعني يوم سبت يعني معناها نهاية الأسبوع كنا نحوسوا كالعادة يعني في الجولة في الـ في الـ في الشارع في المديبة وكانت فما معناها حملة أمنية فهزونا في الكهرباء أنا وياه، أنا وقتها كنت متفقد وهو معناها مصور يعني كرمان الإذاعة والتلفزة فيعني ضربونا ضرب معناها يعني بعد ما هبطونا من الكهرباء دخلونا ديركت المركز معناها فضربوا هو بكف وضربوني انا بكف معناها كف هذاك يعني وانا موظف وقتها يعني حسيت يعني كرامتي تمست يعني فاغتظت للمشهد هذاك وتلفت للعون قلت له يعني علاش يعني فنهرني قال لي عجبك ولا ما عجبكش فشكيت به رئيس المركز، رئيس المركز معناها قال لي كان عجبك فيعني اغتظت لذلك كان يعني قررت يعني كلمت قلت له يعني انظر لهذا الوجه معناها يعني تأكد مني معناها يعني باش تعرفني نهار اخر معناها فاستقلت من سلك متفقدي الشغل وشاركت في انتداب محافظي شرطه ونجحت سنه 92 بالتحديد. وقتها كان عبد عاشور يعني جاء من قرقنة يحوس في تونس عنده يقول لي قضاء بعض شؤون ف استغرب لي اني قال لي كيفاش ولا تخدم في الامن. حكيت له قلت له راني نحب ندخل باش نبدل معناها يعني الصوره هذه ونجعله من الامن امن مستقل، امن محايد، امن معناها يعني يخدم يعني سلامه المواطن وسلامه معناها التراب وسلامه يعني الممتلكات والاعراض نتاع الناس. قال لي ولدي انت تحلم معناها ما تنجمش تبدل معناها يعني. قلت له لا نجم نبدله. الله يرحمه قال لي راك ولدي راك يحرقوك كالناموسة. بعد رجوعي من ألمانيا قررت وقتها بعد غيابي مدة 7 سنوات تقريبا أو 6 سنوات ونصف ووالدتي معناها مريضة برشا فقررت معناها يعني العودة
وليحدث ما يحدث. مشيت لأمن الدولة، هزوني لأمن الدولة. في أمن الدولة معناها بطبيعة الحال قلت لهم راهو بدني أنا وعرضي أنا، راهو أي إنسان باش يمسني في بدني وفي عرضي راهو تحمس وليده، إذا كان هو ما يخلصش راهو ولاد ولاده تخلص. وكذلك نحيتكم على قبل ما تبداو تبحثوني وتعذبوني ولا تمسوني، راهو أنا شاكي معناها أشخاص معينين قبل ما نجي، ماهوش بالحكومة ولا بالنظام ولا باللغة هذيك نتاع المبهمة. أنا شاكي برئيس الدولة وبالسرياتي وبالمديرين العامين. الشهادة نتاعي اللي قلت بها يعني اللي هي في حدود 30 ولا 40 صفحة يعني ذاكر فيها الشيء اللي تحطوا فيه الناس يعني تويك حاليا في وقت الثورة. أنا وقت عام 2000 شرط معناها قلت راهو أجهزة الأمن أصبحت مغتصبة، هناك ميليشيا، هناك معناها يعني عائلة الطرابلسية اللي معناها عاثوا في الأرض فساد، هناك رئيس الدولة معناها والحاشية نتاعو معناها ما عادش معناها يعني ما تعنيه بالدولة بقدر ما تعنيه معناها بمصالحه الخاصة، وقع اغتصاب معناها ثروات البلاد، وقع معناها تهميش يعني الأجهزة معناها يعني مختلف معناها يعني والإدارة كذلك. معناها سألوني على مختار اليحيوي لأنه معناها قال له فبشكون معناها يعني وقت مختار اليحيوي في المستقلة آنذاك معناها بحثوني عليه قالوا شبيه يحكي عليك معناها اللي أنت معناها معناها متمرد معناها في جهاز الأمن والأمن معناها ماش يعجبه العمل في الظروف هذيك. وبحثوني على سليم بقى اللي هو صحافي معناها يعني كشف معناها يعني ظلم بن علي معناها وأسرار النظام معناها البائد. روحت الباجة بعد 3 أو 4 أيام قررت باش نهبط نشوف صحابي معناها يعني في تونس باعتبار وصلت طليق معناها حسيت روحي معناها حر معناها. وبعد معناها سنوات كثيرة هبط نهبط العاصمة باش نشوف معناها أصحابي وأصدقائي وزملائي. فيعني وقت اللي خرجت أنا عملت مكالمة هاتفية معناها يعني لأحد الأصدقاء معناها في تونس قلت له راني باش نجي معناها بالهاتف. فمباشرة خروجي من البيت شفت لواج معناها. فغريب الأمر قال لي لواج هذا هابط تونس. أنا وقتها الدنيا سخانة معناها في حدود 45 درجة وقتها كذا 40 درجة معناها يعني قلت له إيه هابط تونس. شفت لواج قلت ما دمش يمشي أنا المحطة نتاع لواج بعيدة قلت خلينا ناخذ فطلعت معاه. فشفت السيارة تهز 9 مقاعد وهو الوحيد وأنا الوحيد معناها في فاستغربت يعني خلا اتجاه تونس. قلت له انا مش بيك ماشي في بالي مش نمشي للمحطه. فما حبش يجاوبني وبسرعه فائقه اتجه نحو تونس طريق مدى لتونس. في الاثناء بعد جوز كيلومترات معناها يعني طلع واحد اخر فالذاكره نتاعي رجعت يعني للوراء وذكرته اللي هو معناها كان عون امن شفته في تقريبا سنه 92 في ولا 91 لما كنت تدرب هنا في مدرسه سلام وذكرته معناها السيد هذاك ذكرته بالضبط. فيطلع ورايا ثم بعد يعني حوالي زوز كيلومترات اخرين يطلعوا زوز ناس كما المدبية لابسين معناها يعني كل واحد نتاعنا الجب هذيك العربي والكبوس مباشرة ولو يتلو في القرآن يتلو في القرآن واحد. وبعد نحس السيد سكتوا من تلاوة القرآن والسيد ورايا قال لي سي علي جيت من ألمانيا لباس عليك شنو هو تو أمورك باهية جبت معك زوجتك الألمانية شنو عملت فلوس في ألمانيا عملت الجنسية الألمانية شنو اش تحس توا؟ قلت له أنا لاباس. فمباشرة نحس معناها يعني معناها آلة معناها حادة اللي هي اللي تلفت أنا على غردها شفت اللي هي مسدس. فأنا جيت لفت وهو شدني من كرايبي معناها ودورني فهمتي ولا لا وقال لي أركح بدأ يسأل فيا معناها يسأل فيها على ألمانيا وعلى كذا وشوية نوع من السخرية شنو توا تحس في روحك خير شنو عملت معناها تحس في روحك توا زعما يعني منعت من كل شيء. فعرفت اللي كونه هو معناها يعني المسألة معناها دبرت لي كمين تبتموا يتكلموا بألغاز ولا هو يقرأ معاهم في القرآن ويقولوا البطيخة طابتش الآخر يقولوا طابت الآخر يقولوا ما طابتش يقولوا الآخر ما عندناش موس باش نبرجوها الآخر يقولوا تنكسرها على حجر. فغريب معناها تمتمات ويرجع يقرا في القران ونحس السيد معناها ورايا معناها يعني شادني بالطبيعة من هنا من كتافي معناها ويديه تترعد معناها يعني في بالمسدس معناها يعني. فبصراحة يعني لحظات معناها يعني كنت نعيشها وقتها رعب معناها أول مرة في حياتي نعيشها هذيك. وفجأة يعني وقت وصلنا إلى منطقة جديدي يعني كانت ثم جنازة متعدية ومعرفش جنازة حربة معناها نتاع ناس جديدة ولا جديدة؟ جديدي
فين اللي سمعت؟ سيد أحمد الجديد هذه على مقر 15 كيلومتر من باجة في اتجاه بجاز الباب، قرية يعني على شفت الطريق. يعني كانت فيها محاربة من الناس معناها بتشق في الطريق معناها يعني اللواج معناها نقصت في السرعة، كي نقصت في السرعة والواحد كوليسون معناها الباب كوليسون حليته وانا بسيته كما كيف تحلوا كي تحل انا طيشت روحي معناها يعني طيشت روحي على الطريق معناها يعني شوف كيفاش يعني وقتها طيشت روحي فحطت لي اضرار معناها وجاوا جماعه هذول معناها يعني نقضوني فما ناس هذيك جاوا نقضوني فهمتني فخرج العون الامن هذاك اللي ذكرته وانا خرج في جرتي جا مشي رجعني ولكن وقت اللي جاوا جماعه وشدوني وبداوا يسالوا فيا هو رجع و مباشرة معناها بسرعة معناها كملوا طريق معناها تونس ولا في اتجاه تونس. كلمة ختامية احنا نستغربوا الصدق بعد ما ربي سبحانه معناها يعني نحى علينا معناها الظلم ورانا نور انه تستمر معناها نفس الوضعية كما هي عليه بالرغم اللي تبدل معناها يعني بن علي مش موجود والتجمع مش موجود ولكن الظلم هو نفسه. عمر عمار الشيحي وكيل متقاعد من الحرس الوطني تقاعد مبكر رغم أن في انتدب إلى سلك الحرس الوطني سنة 78-900 و1000 عملت بعدة وحدات أمنية تابعة لسلك الحرس الوطني القناية تابعة لسلك الحرس الوطني في الأثناء تعرضت إلى حادث شوق سنة 89 أقصاني من الأعمال النشيطة للأسباب وقع تعييني بتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية هذه التعاونية لها عقارات عديدة ومتعددة وشائكة في نفس الوقت وقع تكليفي من طرف العقيد فرج الواتي كان أنا ذاك مدير أبحاث والتفتيش للحرس الوطني قال لي حرفيا إن التعاونية ملك اليتامى والأرامل وضحايا الواجب ومن واجبي أنا وبصفتي في المكان اللي متكلف به أن أمده بكل التجاوزات فيما في التعاونية الحدث اللي بالهام واللي الحاجة أن التعاونية كانت تحيي كل سنة حفل سنوي كانت ستحييه ماجد الرومي فنانة ماجد الرومي ماجد الرومي أمازون فيه مداخيل عديدة أنا واحد من الناس بعت تذاكر شرفية بالمليون بالثلاثة بالأربعة بالملايين بلغت مداخيل 250 ألف دينار أو ما أكثر ما نجيبش الفقر فنقول ألغي الحفل ألغي الحفل عندما ألغي الحفل احنا كتعاونية وكرؤساء اقسام يقع اجتماع من طرف مدير التعاونية السابقة العقيد عبد الحكيم الوسلاتي يذكر فيشكر لانه نظيف يجمعنا نعمل محضر جلسة بموافقة جميع رؤساء الاقسام وتحضر فيه ادارة الابحاث والتفتيش وتحضر فيه التفقدية الحرس الوطني تتحرق باقي التذاكر إيش تم إيش المداخيل والمصاريف إلا أن الأمر لم يقع كذلك وقع حرق التذاكر من طرف عوني من طرف مدير التعاونية اللي هو عقيد كمال رضوان يعاقب بالسجن مدة 15 عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون وأشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة أمرني مدير التعاونية أن أدرج اسم زوجته بأحد الرسوم العقارية واسم أخت زوجته كذلك اسم ابنه أجبرني أن أدرج اسم زوجته برسم عقاري موضوع مطلب تسجيل لمستوصف البرجاني عيطت لسي مدير التعاونية قال لي تعرف على شكون تتحكم قلت له في باليش قال لي المعلومة اللي عملها بالدكتور زبيب
قلت له راهي معلومة جات كان صحيحة صحيحة كان غلطة غلطة هذاك الواجب نتاعي. قال لي تعرف هو شكون هذاك؟ قلت له مو دكتور مدير مصالح الصحة مش يهمني فيه. قال لي هذاك هو فهمتني صاحب حميم إلى سيد الرئيس. في الأثناء عيطوا له المجلس المديري على أساس تذاكر الحفل 250 مليون بكل صدق فيما تبين لي من بعد. علاش عيطوا له؟ نورمالمون يحاسبوه. يبكي على الحرس الوطني يبكي لمجلس المديرين ويضربوه بصندريه. مجلس هذه معروفه لدى الاعوان والضباط كيف تعمل الحرس الوطني وتسرب الخبر على كافه وحدات الحرس الوطني. علاش ضربوه؟ قلنا هذا مش يعاقبوه لان فيها مبلغ مالي تاع الناس تاع المجموعه. اش كان العمل نتاعه؟ يسند لي انا اجازه مرض لست اشهر ثم يامر الدكتور بروسان مبرود بان يمد بتقريري انا مهبول. موضوع المقدم المعزوم نور الدين بالحاج مسعود هذا مقدم اتهموه ولا ما حبش يمشي في المصاري نتاعه بكل صدق يعزلوه. افاد الاستاذ بامكانيه استدعائه واخذ اقواله حول استغلاله المسكن الاداري كان في سيدي فتح الله مع المتابعه لمده بالوثائق التي تمكيه المسكن التعاوني مدير التعاوني يعني تنكيل زميله هذا. قال يلزم نخرجوه من المسكن اللي يسكن فيه في مكري راهو تابع التعاوني. مشيت عملت اختبار وجودي الخاص لقيته ماهوش تابع التعاوني. قال لي لا يلزم نخرجوه. قلت له انا هنمشي للمحامي خلي اعطيني ما يثبت ان المسكن هذا تابع للتعاوني ونخرجوه. هو الغايه نتاعو تنكيل بزميله. موضوع العقيد المتقاعد علي بوعود والعقيد المتقاعد كمان مكان هذوما حبوش هذوما بين قوسين انا نبلغ لهم رساله شكر. هذوما خرجوا ما حبوش يمشوا في المسار النوفمبري تماما وكمال خرجوا متقاعد. في الاثناء هذه فهمتني لقيت الحال حبيت اقابل السيد الامن الحرس الوطني اللي هو معين من طرف رئيس دوله. هو عسكري وبصفته عسكري انا خاطر نحمل نظره كبيره على العسكري كنت في العسكر انا ممكن نحمل نظره كبيره على العسكري يمتازوا بالنظر والجديه. عملت المطلب الاول ما جاوبنيش الثاني الثالث ثم مشيت وحدي دخلت رئيس الكتابه قال لي قال روح ولا نوقف. قلت خلي وقف انا نحب ندخل الحبس. دخلت قدمت له روحي السيد الامن ان كانت المعلومات اللي قدمتها الى مدير الابحاث والتفتيش بتاعه حرفيا اعتبروها كانها مستشفى ان كانت مخطئه تسيء من صبعه مدير التعاونيه اللي هو رئيسي المباشر اللي هو رئيسي وحامل رتبه كبيره كعقيد. ماذا رد علي السيد الامن؟ قال لي انت وكيل مرشح؟ نعم سيدي راني في استعداد. قال لي كلمه ما نجمش نقولها تو يعطي كذا وكذا وكذا. انبهرت ما كنتش نتصورها من مسؤول سام حاط تصويره الرئيس قدامه نفس مخلوعه. قعدت انا قعدت تخزر له قال لي تخزر لي. قام بحاجه اخرى يندى لها الجميل ما نجمش نقول ايجا باخي قاعد فهمت مانيش في حاله مانيش مصدق روحي في اليقظه ولا في المنام. علاش انصرفت بعد كي سب الجلاله لطف سب الجلاله هاي انصرفت وصلت للتعاونيه نلقى نقله تعسفيه الى منطقه الحرس الوطني بالحمديه. انتهاك حرمة الموظف العمومية أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد في حال مباشرته لخدمته أو بمناسبة مباشرتها يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 500 دينار. أول ما باشرت الخدمة نتاعي بمنطقة الحمدية استقبلني رئيس المنطقة مع ترحاب كبير. أنا وزميلي علي فور محمد السعيدي
يشهد على ذلك. أعطانا مهمات، قال أحرار صولوا وجولوا في منطقة الحمدية كاملة وجيبوا لي كل ما هو جد من فساد أو من تجاوزات أو من أجرام. والفساد الكل هو شكون يرأسه؟ مع الأسف الشديد رئيس المنطقة باجتهاد أعوان المرور وأعوان المراكز في منطقة جغوان. وعندما كنت أعمل رئيس قسم العقود والممتلكات بتعاون الحرس الوطني والحماية المدنية، جاتنا مراسلة اللي كون أولاد بوحجب عملوا مقاصد ويحبوا يسلموا قطعة أرض إلى تعاونية الحرس. قطعة الأرض هذه مش يقع فيها بناء مركز حرس وطني ومساكن وظيفية للأعوان، هذا اجتهاد الأعوان مشكورين والله اجتهاد الأعوان. واقع تحرير عقد مشيت شخصت البقعة ما تقارب مش تستحضر أو ما تقارب 5000 متر أو 4000 متر جبل الوسط، هذا عام 94-95 تم خمسة تجربة. حررت العقد احنا على المحامي صح القطعة بأكمالها تسند إلى رئيس منطقة زغوان اللي هو أمان الله ولا فيش إلى الآن عنده دكتور زبيب اللي هو محل اختلاس أدوية من الصيدلية المركزية وإلى يومنا هذا ينعم بالحرية. شكون شده؟ بعد التقييم تاعي مدة تجي 5 سنين أو 6 سنين شكون يوقفوا الشوفير نتاعو توفى في الحبس اللي هو حرس مطلق يعني السوق ما يدوب هو يأمر فيه برا الزدواء وزعوا الفلان وقطعوا الفلان والكاتبة نتاعو هل يعقلها؟ هو كان مش يتوقف لأن تدخلت مرة المخلوع زوجة المخلوع باعتبارها حميمة صديقة حميمة إلى زوجته الدكتورة في العيون حل كلينيك في بحيرة حسب ما علمته وهو حل كلينيك في بذنين حسب ما علمته هذا بأموال الصيدلية المركزية للبلاد التونسية سلك الحرس الوطني من يوم تغيير المشؤوم من يوم 7 نوفمبر المشؤوم إلى يومنا هذا يسيره عون برتبة عالية. هل يعقل هذا؟ هناك فساد فادح ومقنع يعمل لك فساد يبين شروحه وباستطاعتنا إذا كلفنا من طرف القيادة الحالية التونسية أن نكشف عنها فنحن مستعدون الكشف عنه. احنا قبل بن علي كلفنا على ابره في كوم نطلعوا خلي ما قال فساد مقنع وفراء فاحش لا مثيل له عن بعض المسؤولين منهم روح الى التقاعد انه ما زال مباشر التنكيل ما زال متواجدا. انا رساله اوجهها الى السيد علي العريض ان يكون حازما ما هو حازما ربي ينصر أن يكون حازماً وأعطى الأمن القوة في تنفيذ القانون.